السلام عليكم. على شبة النار هذه بشرح لكم شرح ميزة موجودة في تطبيق جوجل ماب قليل يعرفها أو نسبة قليلة اللي تعرفها، فراح أشرحها لكم. اللي هي الحين يا عبد الله تخلي على جوجل ماب، اختر لي وجهة تبي تروح لها. طيب الحديثة، رايح للحديثة، اختر الاتجاه. خلاص الحين أنت رايح للحديثة، تبغى بنفس الطريق اللي أنت رايح للحديثة تروح لمحطة بنزين وسوق ومثلا بقالة. وكيف تسويها وانت الحين مختار اتجاهك الحديثة، يعني جاهز الحين يوجهك للحديثة. اضغط على البحث اللي فوق، اكتب مثلا محطة بنزين، محطة بس محطة، اضغط بحث، راح يطلع لك محطات اللي على نفس طريقك اللي انت ماشي فيه. شوف هنا هذه محطة، هذه محطة، هنا انا سمحطة ايه. اضغط اضافة، الحين خلاص راح يوديك للمحطة. بعد ما تنتهي من المحطة راح يقول لك كمل مسيرتك لحديثة. طيب بنفس الوقت تبي تروح البقالة، أيوة، اضغط بحث ثاني مرة واختار بقالة، اضغط بحث، راح يطلع لك البقالة اللي على نفس طريقك. بعد شوف هنا عندك بقالة بنفس المحطة أو بقالة هنا أو بقالات من هنا، يوديك لها ويرجعك للمحطة، بعدين يرجعك للحديثة. اضغط إضافة، مثلا نختار هذه، اضغط إضافة. الحين لما تضغط على المسار هذا راح يطلع لك كل المحطات اللي حطيتها، اللي هنا إزالة محطة، شوف هنا تموينات وهنا محطة وهنا حديثة. راح يوديك أول شيء للتموينات، بعدين يوديك للمحطة، بعدين يوديك للحديثة بنفس الخريطة بنفس الاتجاه وعلى طريقك، بدل ما تروح وتبحث من جديد كل شوي تحذف وتبحث. لا، راح يعطيك إياها كلها مع بعض.